تكون الظروف من حولنا صعبة، وقد يكون كل الأمور تصير بعكس ما نتوقع، لكن بالرغم من كل هذا تلاقي عندنا سلام في قلوبنا. معقول هذا؟ نعم، حسب كلمة الله، سلام الله اللي يعطيني إياه هو سلام داخلي، سلام ما له علاقة بالظروف من حولنا، هو سلام القلب واطمئنانه. فما تضطرب قلوبكم ولا تخافون، لأن الله يملأ قلوبكم سلاما. كلمة الرب تقول: سلاما أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. لا تضطرب قلوبكم ولا ترهب.